السلام عليكم. بين تعدد جبهات المعركة وأولويات المواجهة مع الانقلاب، تنحرف بوصلة الأهداف نتيجة لما قفز إلى سطح المعركة المصيرية الواحدة من مشاريع ثانوية وحروب صغيرة. تقتات من حلم اليمنيين في استعادة دولتهم، فهل تتراجع معركة استعادة الدولة أمام الأهداف غير المعلنة للتحالف؟ وما الذي على اليمنيين أن يختاروه في حربهم؟ استعادة الدولة قبل الخوض في أي معارك تصحيحية داخل المناطق المحررة وإفشال كل المؤامرات التي تحول دون تحقيق نصر كامل، أم التعامل مع الأجندات المختلفة والمتعارضة مع حلم اليمنيين وإفشال كل محاولات إعاقة اكتمال بناء الدولة في المناطق المحررة؟ أي المعركتين أولى وأيهما أخطر؟ وكيف يمكن أن ينجز اليمنيون معركتهم في ظل وجود كل هذه التباينات والولاءات الضيقة في الساحة اليمنية؟ تعدد المخاطر المحيطة بفكرة استعادة الدولة مع استمرار انحراف مسار المعركة، وهو ما يدفع بالانقلابيين من الاستفادة من الصراعات الجانبية. مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم من المساء اليمني تناقش هذه المحاور، أناقشها مع ضيفي هنا في الاستوديو الدكتور عادل المسني الباحث في العلاقات الدولية، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير دكتور عادل. أهلا بك. إذا قبل نقاشنا أستاذ دكتور عادل، نذهب لمشاهدة هذا التقرير ونعود لبدء النقاش. الحوثي من أمامكم وخذلان الحلفاء من ورائكم، ولا مفر من مواجهة أحدهما أو كليهما معا، هذا ما تقوله مؤشرات اللحظة الراهنة. على اليمنيين إذن أن يخوضوا معركتهم منفردين في مواجهة تعقيدات الحرب وتغيرات الأحداث. يبدو المشهد ضبابيا في معركة اليمنيين المصيرية، فثمة من يحول دون فهم الصورة الكاملة لمعركة استعادة الدولة. الصراع في اليمن أخذ جوانب متعددة يصعب السيطرة عليها، خاصة فيما يتعلق بالجيوش الصغيرة ذات الولاءات المتعددة والنزاعات الجانبية. الحديث عن نصر عسكري هو عدم فهم الواقع العملية في اليمن. وفيما تقول المؤشرات أن ميليشيا الحوثي تخوض صراع النفس الأخير، لا يبدو في المقابل أن التحالف العربي راغب في وضع الفصل الأخير لمعركة استعادة الدولة، وربما لا نوايا من الأساس، وعدم السماح لهذه الميليشيات بأن تهدد حياة المواطن السعودي بشكل أو بآخر، وهذه الأهداف ولله الحمد تحقق جزء كبير منها. وهو ما ألمح إليه ناطق التحالف العربي السابق أحمد عسيري حول عدم وجود نية لتحقيق نصر عسكري كامل، فلم يعد الحوثي مصدر قلق للجار. في تصريح أخير له، تحدث قائد قوات التحالف العربي من مأرب عن اقتراب معركة استعادة العاصمة صنعاء، ورغم الاستعدادات الطويلة لهذه المعركة لا يبدو على الأفق مؤشرات معركة محتملة قادمة. في المقابل تسعى أبوظبي لأن يكون لها وجود نافذ في المناطق المحررة مكافأة لشراكتها في التحرير الذي لم يكتمل. أنهارت الدولة فكانت عثرة اليمنيين الكبيرة، إلا أن ثمة تداعيات لا تقل سوءا عنها، منها الوضع الاقتصادي الكارثي وانتشار الأوبئة، بالإضافة إلى بروز ورقة الإرهاب والجماعات المسلحة المتطرفة التي تزدهر في ظل غياب الدولة والقانون، ناهيك عن المغادرة الغامضة لرئيس الوزراء ومحافظ عدن، والتي تركت الكثير من علامات الاستفهام حول الحاكم الفعلي لعدن وخفايا الصراع على بسط النفوذ في المناطق المحررة. مؤخرا كشفت إدارة البنك المركزي عن جانب من هذا الصراع الخفي، وعن أسباب عجز الحكومة عن دفع مرتبات موظفي الدولة، حيث شكا بيان صادر عن البنك المركزي تعثر وصول شحنة الأموال ل13 مرة بسبب منع التحالف لها، وهو ما يلقي بتبعات ثقيلة على رواتب الموظفين وعلى الجهاز المصرفي والاقتصاد اليمني برمته. جبهات كثيرة على اليمني أن يخوضها، وخلافات تندر بعواقب وخيمة، غير أن استعادة الدولة المختطفة وإنهاء الانقلاب أولى الأولويات ومكمن الداء، والبقية أمور عارضة تزول باستعادة الدولة، لكن هل ستستعاد أم أن لكل شأنه ومآربه من حربه الصغيرة في اليمن الكبير؟ إذا مشاهدينا الكرام، أجدد ترحيبي بك دكتور عادل المسني وبكم أيضا مشاهدينا. بداية دكتور، لو استعرضنا ما يمر به اليمنيون من معارك اليوم، معركة الانقلاب وهي المعركة الرئيسية والتي يعني السبب الرئيسي لما تمر به البلاد، وهذا الذي يجب ألا ننساه، ومعركة أيضا تثبيت حضور الدولة ومحاولة إضعافها من قبل التحالف وسوء أو ضعف الحكومة وأدائها، أمام كل ذلك دكتور، ما هي أولوية اليمنيين في خوض هذه المعارك برأيك؟ ولا أعتقد أنه المعركة واحدة سواء مع الانقلاب
أو أجندة التحالف التي جاءت أيضا ترفض الانقلاب وتعيد شرعنة الانقلاب. أعتقد أن هناك خط أساسي يربط خيط يربط أيضا الانقلاب بأيضا أجندة الإمارات وهو إضعاف الثورة، ومن ثم بدأ واضحا منذ البداية أن الإمارات تسير في هذا النهج بشكل ممنهج وبشكل كبير في تجريف واسع داخل الشرعية، وبدأ هذا التجريف من خلال إنشاء كيانات وتشكيلات خارج إطار الشرعية بشكل كبير، وبدأت تمارس وتطبق على المجال الشرعي بشكل كبير وكامل، وتسيطر بشكل أساسي على الممرات والموانئ في الجنوب، ومن ثم تضرب في رأس الشرعية وأخرجت الرئيس وحكومته من الساحة. وبدأ الآن نشعر بخطورة كبيرة جدا لهذه الأجندات التي بدأت تنفذ في جسد الشرعية، وهذا خطر حقيقة أضر بالعملية بكاملها، عملية استرداد الدولة وعملية أيضا ضرب الانقلاب. أعتقد أنه الآن صار الهم الشاغل للشرعية وللمقاومة هو ما يحدث من تجريب داخل الجنوب. الجنوب الآن أعتقد أنه لا يوجد أي وجود للحوثي أو الانقلاب في ساحة الجنوب. من يقاتل في الجنوب بشراسة ضد الشرعية وضد مؤسساتها ووجودها هي الإمارات، والإمارات تستند أيضا إلى المظلة التحالف ولديها إمكانات جبارة، وهي الآن تنفق بسخاء على ميليشيات خارج الشرعية وتدربها أيضا وترفدها بأسلحة متقدمة ونوعية. وظهر أيضا وظهرت شرعية بهذا الشكل الهش والضعيف نتيجة لهذا التجريف الواسع. نعم، لكن دكتور يعني ربما جزء من حل المشكلة هو الاعتراف بوجود هذه المشكلة. الدولة والحكومة ويعني رئيس الجمهورية بذاته يعني نعترف جميعا بوجود الانقلاب وهدفنا الأساسي هو محاربته، ولكن بالنسبة لما يحدث في التحالف إلى الآن لا الحكومة ولا الرئيس يعني خرجوا عن صمتهم للحديث عما يدور، يعني ولولا ربما بيان مدير البنك لظلت المسألة مغطاة لنقول وعدم ومدراء أيضا لما يحدث، وأيضا قبل بيان مدير أو محافظ البنك يعني حديث محافظة عدن يعني ربما كشف الستار أيضا عما يحدث. بلا شك الحكومة بحالة من الضعف لدرجة أنها لا تستطيع أن تقول كلمة فوه بكلمة. لو أنها كانت تمتلك قرار أو تمتلك مساحة أو هامش تستطيع أن تلعب فيه لكانت لعبت دور أثناء ممارسات التجريف الواسع للإمارات داخل الجنوب، لكانت أيضا تصدت لهذا التصدع الكبير الذي يحصل أيضا في ساحتها في داخل الجنوب، لكانت أيضا وقفت تحت أيضا هذه الإجراءات الغير قانونية والغير شرعية من إقامة الأجندات الإماراتية في السفن في الجزر وإقامة قواعد، وهذا احتلال مباشر خرق للسيادة بشكل كبير. لا نجد للشرعية صدى أثناء قيام وتوغل الإمارات في بهذا الشكل الفج في الجنوب. أيضا الرئيس إلى الآن لا يستطيع أن يعود إلى عدن، الحكومة تعود باستحياء وأيضا بحضور كثيف للإمارات ترافق رئيس الوزراء حيثما سار، وبالتالي أعتقد أنه صار موقفها مخزي ومعيب وجارح وصادم لمشاعر الشعب اليمني. الثورة الشرعية جاءت نتاج ل ثورة عارمة منتج ثوري بالأساس، وبالتالي مفترض أن تعبر عن مشاعر الشعب اليمني المجروح نتيجة لهذه الصدمات الموجعة في حق السيادة وفي حق التراب المغدور. وبالتالي أعتقد أنه ينبغي أن نتصدر نحن الموقف وننتزع اللحظة في مجابهة هذه التحديات التي لم تعد تضع تحترم خطوط حمر أو أي خطوط أخرى. بالتالي أعتقد أنه الإمارات تجاوزت الرئيس يعني قلت علينا أن نتبنى نعم أن نتبنى مثلا أن نكون نقف ضد ما يحدث، لكن كل من وقف ضد ما يحدث إما أن يتهم بأنه إخواني أو أنه يقف مع قطر مدخلا إشكالية الخليج في القضية اليمنية. ورغم يعني ربما كنا نتحدث منذ السابق يعني قبل ظهور حتى هذه الإشكالية الخليجية بأن الوضع في الجنوب ليس مطمئن وأن هناك أعمال تدار ليست منطقية وليست على خطى ربما أهداف التحالف التي أعلنت في السابق.
بلا شك أعتقد أنه الشرعية التي تتحرك من خلالها كل هذه الممارسات للإمارات هي تستغل غطاء الشرعية. أعتقد أنه المواطنين ما كانوا يشعروا بهذا التغول الكبير، هذا الغول الذي نفذ إلى جسد الشرعية لولا وثبة قطر من خلال أيضا الخلاف الخارجي. أعتقد أنه الساحة اليمنية بدأت والأصوات في الساحة اليمنية بدأت ترتفع بشكل كبير نتيجة أيضا لهذا الكشف للتورط الكبير للإمارات. أعتقد أنه الإمارات مورطة حتى النخاع، حتى في إقامة قلنا قواعد عسكرية مباشرة بدون إذن الشرعية واحتلال مباشر تمارسه في حق الجنوب، وتنشئ قلنا كيانات كبيرة ومعتقلات أيضا تطارد بها أيضا رجال الشرعية ورجال هادي في الجنوب، وبالتالي لم يعد أثر للشرعية وللحكومة وللرئيس في الجنوب. هناك كيانات كبيرة جدا تسرح وتمرح في أرض الجنوب، وبالتالي الفراغ قاتل هناك، وبدأ أيضا يظهر من خلال هذا السيطرة والقبضة للإمارات، حتى قلنا بالاصطدام برئيس الجمهورية التي حاول أيضا يعترض على هذه السلوكيات فأودى به هذا الصدام إلى المنفى. وبالتالي أعتقد أنه المجال يكشف عن مخازي ومعايب كبيرة جدا في حق الشرعية التي تسكت عن هذه الخروقات. لولا أعتقد هذا الصراع الذي حصل في الخليج وهذه الوثبة للجزيرة في كشف ملابسات ما يحدث في الجنوب، أعتقد أنه أحدث صدى كبير وأربك المخطط الإماراتي، وبدأت تتراجع بشكل كبير وبدأت تتراخى قبضتها. ونشهد أن هناك تصدعات كبيرة، منها أيضا عودة الحكومة لعودة رئيس الوزراء مثلا واستقباله للجنوب وإعطاه بعض المشاريع. أعتقد أنه الهدف الأساسي منها تجميل لوجه الوقح والبشع الذي بدأ ينكشف من خلال أيضا التغطية الكبيرة التي تعرض له جراء أيضا عمل الجزيرة. أيضا أعتقد أنه تكتل هذا أيضا استجابة لهذا البعد، تكتل الأحزاب الذي أيضا هذا النفس التي سمحت به أيضا داخل الشرعية. لولا هذه الهجمة الكبيرة للجزيرة وفضح ملابسات الإمارات المتورطة في الجنوب بشكل كبير، أعتقد أنه ما كانت لتسمح بهذه الارتدادات داخل الشرعية. نعم. إذن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ أيمن نبيل الكاتب والباحث من ألمانيا. مساء الخير أستاذ أيمن. مساء النور أستاذ آسيا، أهلا بك. أهلا بك أستاذ أيمن. يعني تحدثت مع ضيفي هنا في الاستوديو الدكتور عادل المسني حول أولوية اليمنيين في ظل ما يحدث. هناك يعني خروج عن خط أو أهداف التحالف، هناك أيضا مواجهة للانقلاب ومحاولة استعادة الدولة في ظل ضعف أداء الشرعية، فبالتالي ما رأيك أنت؟ أين يمكن أو أين تكمن الأولوية بالنسبة للشارع اليمني؟ بالنسبه للشارع اليمني الاولويتين الثنتين يعني هذه اللي تقع على نفس في نفس الاهميه يعني في نفس سلم الاولويات. هناك تساوي طبعا بين وجود طرف ينقلب على حكومه وطرف اخر خارجي يقوم بعرقله الحكومه ونفي اي مقومات لها قد تنشا في المستقبل. يعني ما تقوم به يقوم به التحالف فعليا، حتى السعوديه بالمناسبه، ولكن السعوديه تتعامل بشكل اكثر مراوغه و يعني وحكمه نوعا ما، ولكن الإمارة تتصرف بعنجهية أكثر بوضوح وبوقاحة نقدر نقول إذا استعرنا لغة يعني عاطفية شوية. على كل حال الأولويات هي للشعب اليمني، لأي حكومة، لأي قوة وطنية تعرف فعلا دورها، خاصة في المراحل هذه، مراحل التي المجتمعات فيها تكون في مفاصل يعني تاريخية. يعني اليمن الآن إيش؟ اليمن الآن نشوف العالم كله يعني الإقليم كله جالس يتناهش الآن البلاد. يعني حتى عمان نفس الآن تجنس ناس من المهرة، وحتى يعني تقوم بعرقلة محاولة الإمارة السيطرة على الموانئ، يعني شغل. نعم. فبالنهاية المطاف ما جي أحد يقول لي الآن مش وقته، لا هذا وقته، وقته أنه أي طرف، طبعا هذا الآن الكلام المفترض أنه يحصل، لكن ما يفكر به الحكومة وما يفكر به عبد المنصور هادي والقوى السياسية أمر آخر. نعم. إذا يعني ما هي المسؤولية بالضبط التي يعني يجب أن يقوم بها الشارع اليمني، كما تفضلت القوى الوطنية، كيف يمكن يعني أن تضع المعركتين ربما يعني في إطار واحد إذا كانت للأسف الشديد الحكومة حتى اللحظة لم تظهر ردة فعل حقيقية أو رسمية تجاه ما يحدث؟ طبعا الشارع اليمني مش ما فيش بيده شيء، على العموم المجتمعات اصلا هي تتحرك كيف؟ تتحرك عبر مكوناتها وقواها الحيه وقواها يعني السياسيه. احنا تكلمنا عن قوى سياسيه بالتحديد الاحزاب، ونتكلم عن الحكومه والرئيس. طيب الان الاحزاب والحكومه، الان الدافع لدخول الامارات والسعوديه لهذه الحرب كان
الخلاص من الحوثيين، أو كما قيل يعني الخلاص من الحوثيين وعلي عبد الله صالح وإنهاء هذا الانقلاب. الحاصل فعليا الآن هناك عملية نسف لأي مقومات اجتماعية أو سياسية أو حتى بيروقراطية لقدرة الحكومة في يوم ما على أن تعود وأن تمارس أي شيء. بالتالي الآن الذي الحكومة هذه ضروري ما تفهم إنه المسألة الآن عد ما هيش للأسف المسألة عد ما هيش الحوثي وعلي عبد الصالح بس، المسألة لم تعد تحالف الصالح والحوثي، الآن تحالف الصالح والحوثي وكل الممارسات الخليجية الموجودة الآن في اليمن. طيب كيف تعمل هذا؟ هذا الأمر يعني الآن القوات الموجودة في موجودة مع هذه ليست قوات عادية، هناك أعداد هائلة بالمناسبة في الجيش الوطني أعداد لا. هائلة، ولكن ما ينقص هذه هو عدم اللعب في المضمون. يعني هذه منذ أن طلع يعني منذ أن صعد إلى منصب الرئاسة يحب اللعب في المضمون في الأشياء التي يكون عارف إنه نهايتها متبقيش وخيمة جدا. في نهاية المطاف الظروف الحالية هذه تحتاج شيء من المؤامرة، لأنه أنت قدام شعب ينهار، قدام دولة تنهار. الآن الواحد يشوف الآن اليمنيين اللي حاصل شيء يعني مروع، ويفوق كل كلام ويفوق كل وصف. مهما تكلمنا ومهما قلنا بنقدرش نصل لإحنا نفهم إنه مواطن يمني يشنق نفسه عشان مش قادر يأكل أولاده. يعني هذا في نهاية المطاف الآن الحكومة هذه لابد إنما تقوم بخطوات كبرى، لكن هي مش مؤهل لهذا. طيب الآن القوى السياسية، القوى السياسية عوضا عن أن تقوم بتغطية شاملة للحرب بخطاب وطني حقيقي، الآن تتبارى في التقرب الإمارات. إصلاح تعز يصدر لي بيان يصف أنه اللي ينتقدوا الإمارات مرتزقة، والناصريين قد هم معهم من قبل ينسقوا مع أبو العباس، والاشتراكي يهيم في ملكوته الذي لا نعرف ما هو، وبالتالي البلد كله رايح منه. الآن شوفوا الآن كيف بنعمل. إذن كيف سنعمل؟ يعني إذا كان القوى الوطنية التي ربما هي الحامل السياسي لما يحدث المفترض، نعم يعني تخلت عن مسؤوليتها الاجتماعية، الحكومة الشرعية اختارت الصمت ويعني ربما أعجبها المنفى في ظل استفادة واضحة للإنقلابيين مما يحدث من ممارسات خليجية في الداخل وتحول الكثير. يعني في نهاية الأمر يقول لك يعني اليمني أفضل لي من هذا الخارجي الذي أتى ليحتل البلد. صحيح، يعني في نهايه المطاف المواطن اليمني ايش يفكر؟ يشوف انه الان الحوثي يسجن الناس ويقتلهم في الشوارع، الان قوات تتباع للامارات موجوده في الجنوب تسجن الناس وتقتلهم بالشوارع ومن غير ما حد يحاسبهم ويعينوا حقهم هذا القتلة يعني قاعده لمعسكرات. الان الكرامه الوطنيه، شوف الكرامه الوطنيه ده امر مش سهل، المشكله عندنا انه قوانا السياسيه والحكومه والرئيس، طبعا هذا موروث من نظام علي عبد الله صالح، أنه احتقار المجتمع، وأن المجتمع هذا ما فيش عنده لا كرامة ما فيش عنده أي شعور، يعني أي شيء نفسي يستنكره على الشعب هذا وعلى الناس، بالتالي هم ينظروا المسألة كلها على أن السفارات وتوازنات دولية ومن بيقول لمن وهكذا، يعني من بيغلب كيف بأخذ أنا حصتي، لكن الناس ما يعملوش اعتبار لمشاعرهم. لكن في نهاية المطاف المشاعر هذه هي اللي تخلي الناس مثلا ما ينتفضوش داخل صنعاء. يعني في نهاية الأمر لما هم الآن يعني طنشوا زي ما نقولوا تجاهلوا هذا البعد النفسي الهائل والمهم في الكبرياء الوطني، وأنهم يسمحوا بكل هذا اللي يحصل ويعتقدوا أن الناس بتسكت إلى أبد الآبدين، لا، في نهاية الأمر ممكن الناس الآن ساكتة على صنعاء رغم كل اللي يحصل لها من قطع مرتبات من كوليرا من إهانة من قتل من، لكن يقول لك الآن على الأقل أنا مشي بالشارع كويس يعني، لكن في عدن شوف الدنيا كيف هي ولا في حضرموت. يعني هذا المنطق المواطن والذي على الأحزاب والحكومة أن تتعامل معه، لكنها لا تطيق أن تتعامل معه، لا تستطيع، يعني عقليتها ووعيها لا يستطيع. هؤلاء ناس هذه الأحزاب والرئيس والحكومة من مخلفات عهد مضى لا يستطيعون أن يتعاملوا مع الواقع الآن. وبالمناسبة أنا أتحفظ كثيرا على جملة القوى الوطنية، هذه ليست قوى وطنية، حتى في أيديولوجياتها الحالية الآن ليست قوى وطنية، هي مجرد قوى سياسية أتت في لحظة يعني في لحظة غفلة من التاريخ هكذا، وصعدت بعد إنجاز شعبي وتاريخي عظيم للشعب، ولكنهم لم يكونوا يعني لم يكونوا قد المسؤولية الكافية.
نعم، إذن أستاذ أيمن، يعني كيف تعلق على دعوات السلام التي الآن تنطلق في ظل كل ما يحدث؟ يعني يصل الناس إلى مرحلة يأس من كل شيء، يعني الأبواب ربما شبه موصدة بهذا الشكل أيضا الذي وصفته، يعني كل من يعني نؤمل به يخذل هذا الأمل، وهناك دعوات يعني ربما بعضهم وقد سمعناها يقول يحكمني الشيطان، المهم أن يتفقوا وينتهي هذا الكابوس الذي نعيشه. طبعا هو الأمر هذا مخطط له منذ البداية، يعني نظام، شوف يعني علي صالح عندما قام بوضع الحوثيين في الواجهة، طبعا عنده قدرات ليس بهذا الضعف، يعني علي صالح وقواته في العاصمة، ولكنه جعل التعامل احتكاك المواطن مع الدولة يتم فقط عبر الحوثيين. طبعا الحوثيين عندهم استعلاء واحتقار للمجتمع وللناس، طبعا له خلفيات حتى مذهبية وطائفية وسلالية وعرقية، يعني أشياء مروعة ومعقدة. علي عبد الله صالح قام بهذا عن قصد، طبعا أنه يعرف الناس أنه هذا هو بديلي الآن، هذا هو بديلي طبعا، والجنوب والمناطق هذه هذا هو أيضا إيش بديلكم الآن، هو الإمارات والسعودية وما تقوم به الآن. السعودية حسب الآن البيان الذي صادر بالأمس أو قبل أمس عن البنك المركزي، يقول أن السعودية أيضا والإمارات تفكر نفس التفكير، نفس التوجه، أنه اقطع عليهم المرتبات حتى إيش ينتظروا أنه الناس ترجع تثور على الحوثي وعلى عبد الله صالح. نعم. هذا يعني حقهم الآن الرهان الكبير. لكن في نهاية المطاف المستفيد الحقيقي من الموضوع كان الحوثي وصالح، الحوثي وصالح، لأنه الآن الدولة والمجتمع الدولي كل الآن يشوف أنه الحرب هذه الجبهات ثابتة، المناطق التي تسيطر عليها الحكومة مناطق انتشر فيها القاعدة، انتشر فيها التنظيمات المتطرفة، مناطق تخضع الآن لتمزيق من الإمارات ومن السعودية ومن عمان، يعني والخط مفتوح للي بيشتي يدخل يأخذ يعني. فبنهاية المطاف، لكن في المقابل عندك الآن الشمال مثلا يشوف أنه في قوة معينة أيا كان، طبعا الناس الآن ما تهمش الدول، العالم عاد ما يهتمش أن القوة هذه كيفية، أهم شيء أن القوة هذه قادر تسيطر على المنطقة هذه وقادر تحمي العالم منها وقادر أيضا تنفذ أجنداتها في محاربة الإرهاب وأشياء من هذا القبيل إلى آخره. الآن الحوثي وعلي عبد الله صالح استفادوا كثيرا من هذه الأخطاء ومن هذه النظرة، أخطاء الخطايا يعني عشان أكون واضح، استفادوا كثير من هذه الخطايا ومن هذه الرؤى التحقيرية للمجتمع والناس والمستهينة بالآلام والمستهينة بالحرب. الحرب أحيانا تبقى واقع، ما حد يشتي حرب، لكن الحرب تبقى واقع، على الأقل لابد من الإنسان أو الطرف المعين الذي يخوض هذه الحرب يبقى واضح مع الناس، واضح جدا مع الناس ويعرف آلامهم. القصة مش إنه الإنسان إنه الطرف معين إنه يظهر قوته إنه يستعلي على الآخرين، لا، إنه يتحمل الألم، هذا هو إظهار القوة، لكن ليس أن يتناسى الألم تماما، هذا كله كلام فاضي. ولكن يعني للأسف نحن كما قلت مسبقا يعني لا نمتلك قوة وطنية وحكومة تستطيع أن تتعاون مع المجتمع لإنتاج حالة دفاع تحمي الكبرياء الوطني. إذن شكراً جزيلاً لك أيمن نبيل الكاتب والباحث، كنت معنا عبر الهاتف من ألمانيا. إذن كيف تعلق دكتور عادل خاصة في مسألة استفادة الانقلابيين وصالح الحوثي وصالح مما يحدث؟ يعني ضربات موجهة لضعف الشرعية، تظهر الشرعية بأسوأ صورها في المناطق المحررة بسبب يعني الضغوطات التي تمارس ضدها ومحاولات إضعافها ويعني إظهارها بهذا المظهر، في ظل يعني ربما انتفاشة للحوثي وانتعاشة هكذا بأنه هو الذي استطاع أن يسيطر، أنا على الأقل لدي القوة التي تمكنني من فرض أجندتي. حقا الموضوع مترابط، بمعنى أنه الإمارات قاعدة تنفذ أجندات خراج صالح بهذا الشكل، بمعنى أنه الإمارات تقود معركة واسعة استعادة الثورات المضادة في المنطقة، فبالتالي من غير المعقول أنها تأتي في اليمن لتدعم ثورة أو أجندة ثورة، وهذا كان واضح منذ البداية، لكن كانت تتستر وتختبئ خلف الشرعية واستعادة المؤسسة الدولة، لكن اتضح الآن من خلال الوقت والزمان ومن خلال أيضا الكشف وحملة التعرية التي أيضا تمارسها الجزيرة في حق أيضا تورط المخيف لأجندة الإمارات في الجنوب، حقا نشعر بصدمة ونشعر فعلا بمدى تغول هذا الغول المخيف في جسد الشرعية. الموضوع صادم وبالتالي كان يتطلب موقف ولو ضعيف حتى من قبل الشرعية ومن قبل رئيس الجمهورية يضع النقاط على الحروف. ف
فالموضوع موضوع سيادة، موضوع تراب، موضوع وطن، تجاوز كل الخطوط العمر. لكن للأسف موقف الحكومة والشرعية لا يلتقي بحجم التحديات التي تمارس في حق الأرض والشعب، هذا جانب. أما بالنسبة للمقلوع والانقلاب، أعتقد أن الإمارات هي منسقة بشكل كبير مع أحمد صالح، هو موجود في الإمارات وهي منسقة بشكل كبير من أجل أيضا إعادة المقلوع للساحة، فهي تجرف وتشوه صورة الشرعية بشكل كبير، وأيضا تضرب في ساحتها في الجنوب ومؤسساتها وتخربها بشكل كبير. ثم توجد أيضا كيانات خارجة عن الدولة، أيضا هذه الكيانات هدفها بشكل أساسي أيضا اجتثاث الشرعية في ساحات المحررة بشكل كبير. وبالتالي نشعر الآن بفراغ قاتل للشرعية للحكومة، بل على العكس، أن رئيس الجمهورية قلنا يعيش ذاته، هو الذي يمثل رأس الشرعية والذي أعطى المبرر أيضا لدخول التحالف هو في المنفى. وبالتالي لك أن تتصور مدى أيضا حجم الكارثة التي تطبق على ساحة الشرعية. الشرعية تماما تعيش في حالة ذهول، مما الشعب اليمني قصدي الذي يمثل أعطى هذه الشرعية هذه الأمانة وهذه المسؤولية لتقوم بدورها أيضا، يشعر بصدمة أمام هذه المواقف المخزية والمعيبة في حق أيضا الشعب وفي حق الوطن. وبالتالي قلنا لكن كان هناك ظرف يخدم الإمارات، يخدم التحالف في طريق تمرير هذه المؤامرة. الآن الوقت صار ضيق جدا، صار صعب جدا، صار أمام مأزق حقيقي، لأن هناك تحولات على المشهد الإقليمي ومشهد الداخلي أيضا. المشهد الداخلي وصلت الإمارات إلى أوجها وبدأت تتراجع الآن، لم تستطع أيضا أن تنفذ أكثر في جلسة الشرعية، وبدأ الصدام واضح مع الشرعية ومع كل أجندتها بما فيها الآن هذه الخروقات الكبيرة الواضحة في حق المحافظ ورئيس الوزراء والبنك ورئيس الجمهورية، لم يعد أمامها يعني الذهاب إلى مدى أكثر من هذا. من الجانب الإقليمي أيضا دور القطر ودور الجزيرة. قبل أن ننتقل إلى الجانب الإقليمي، اسمح لنا فقط بالذهاب إلى هذا الفاصل القصير ثم العودة لمتابعة نقاشي. أهلا بكم جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى دكتور عادل. دكتور، يعني ألا تعتقد أن صراع التحالف واختلاف أجندته وحضور الدولة الضعيفة أيضا واستمرار يعني التحالف أيضا بالدعم بلا دعم بمعنى أصح لحضور الدولة، ألا يمكن أن يغير من نظرة المجتمع الدولي للأزمة اليمنية؟ هو بلا شك هو المقصود، المقصود بهذا الشكل إخراج الشرعية بهذا الشكل الهش والضعيف والمشوه، وأيضا إخراج المخلوع بشكل آخر مختلف. المخلوع الآن ينسق لعملية لتظاهرة جماهيرية واسعة جدا، تسونامي حاصل أيضا بدعم إماراتي ودعم للتحالف، هناك أموال مهولة تضخ في جيب صالح أيضا ليخرج هذه الحشود الجماهيرية بشكل أيضا يعطي رسالة للمجتمع الدولي والإقليمي تتلقفها بشكل كبير بأنه هو الحاضر الفاعل القادر على تحريك الجماهير، وأن الشرعية الشعبية بيده، في ظل أيضا التجريب في ساحة الشرعية والدور الضعيف والمشوه للشرعية العاجز عن اتخاذ حتى قرار، في وسط أيضا ميليشيات تعبت بالجسد الجنوب بكامله، هناك القاعدة وهناك هذه الميليشيات وهناك أيضا خروقات واسعة وهيلة، وهناك عجز كبير عن أيضا معالجة وملامسة اليومية لاحتياجات المواطن. وبالتالي الشرعية على المستوى الواقعي، على المستوى العملي، على المستوى النظري غائبة تماما، هناك فرق قاتل وهناك حضور كثيف للمخلوع من خلال هذه الإخراج الكبيرة الذي ستأتي، أيضا من خلال أيضا الدعوة مجلس النواب التي عقدها قبل شهر بالدعوة إلى السلام، تتزامن كل هذه الخطوات أيضا مع الدعوة للسلام. أعتقد أنه الدعوة تريد أن تستثمر هذا الواقع الضعيف للشرعية لتحرف أيضا المجال خارج إطار المرجعيات، وتفرض هذا الواقع الجديد اليوم. الإمارة تساهم بشكل كبير في دفع المشهد بهذا الاتجاه. تعتقد نعم يعني دكتور، يعني تعتقد أن طول المعركة وبقاوها حتى هذا الوقت كان يعني هو الذي سبب انحراف لمسارها بهذا الشكل؟ بالنسبة للمعركة أعتقد أنه الأدوار السياسية هي التي تتجاوز البعد العسكري، أعتقد أنه المقاومة موجودة وفاعلة وفاعلة بقوة، وهي التي نعول عليها في إرباك كل هذه المؤامرات الإقليمية والدولية، وهي التي أي تقدمات حدثت هي ربما إنجازات للمقاومة. التحالف يعني لم يعد هناك أي تقدمات عسكرية حقيقية باستثناء التقدم الذي في المخاو توقف بعدها تماما. هذا التوقف العسكري بالنسبة للتحالف وأيضا يعني عدم إنجاز المعركة سريعا، هل له علاقة بما يدور الآن؟
بلا شك، لكن المقاومة لا زالت تلعب أيضا دور كبير. أعتقد أن المعارك الضارية والضروس في ظل هذا أيضا الوضع المخيم على اليمن، وفي ظل هذا الانقطاع الكبير والتواصل للشرعية أيضا بالمقاومات الموجودة على الأرض، وفي ظل أيضا انقطاع المدد، أيضا المقاومة في تعز حققت نقلات كبيرة جدا، وتحاول الآن قطع آخر شريان ليربط الحوثيين بصنعاء، وبالتالي هناك تقدم كبير، هناك حالة معنوية كبيرة جدا تزحف على الأرض رغم كل هذه الانتكاسات التي تصاحب الشرعية والشلل الذي أصاب الشرعية، لكن المقاومة لا زالت بيدها المبادرة ولا زالت تتحرك وتحقق أيضا انتصارات كبيرة، وأيضا في مأرب وفي أكثر من بعد وفي أكثر من اتجاه. أعتقد أنه التحول في المشهد السياسي التي تقوده الإمارات وأيضا إخراج الشرعية من مربع السياسة هو المؤثر بشكل كبير على المشهد، وبالتالي يتماهى مع المجتمع الدولي من خلال طرح المبادرة السياسية الآن وإخراج صالح من خلال عملية أيضا الحشد الجماهيرية الكبيرة بأنه هو الموجود وهو القادر أيضا على تحريك الجماهير، وأيضا يعطي رسائل للمجتمع الدولي والإقليمي لتلقف هذه المبادرة بالتزامن مع الدعوة إلى السلام. نعم، إذن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الناصر المودع المحلل السياسي من عمان. مساء الخير أستاذ عبد الناصر. مساء الخير أستاذ عبد الناصر، كيف تتابع العلاقة بين الحكومة والتحالف؟ يعني يلاحظ المتابعون أن التحالف تحول من تقوية الشرعية إلى إضعافها، ما رأيك؟ يعني منذ البداية كان هناك خلل واضح في العلاقة بين الحكومة الشرعية وبين التحالف. كان المفروض أو الصيغة المثالية أن تكون الشرعية هي التي تضع الخطوط العريضة والأهداف والرؤية لما يجب أن يتم على الأرض، ويكون هناك وجود لغرفة عمليات سياسية قبل غرفة العمليات العسكرية تحدد هذه الأهداف وتصيغها، ويكون هناك اجتماعات دورية على أعلى المستويات بين هذه السلطة الشرعية وبين دول التحالف ليراجعوا كل ما تم إنجازه وعمل المراجعات الضرورية. هذه الصيغة المثالية أقول عليها، لكن حتى الصيغة الأقل من هذا لم تحدث. ما حدث أن الدول التحالف كل طرف أو كل جزء من التحالف تحرك في منطقة معينة يبدو دون أن يكون هناك تنسيق كامل مع الحكومة الشرعية ومع بقية دول التحالف. نعم، ولكن هناك يعني ملاحظ أن هناك تغاضي عما يحدث، يعني ربما في الفترة السابقة يعني لنقل أنه تحرك دون العلم أو دون التخطيط المسبق، ولكن هناك تمدد واضح، هناك سيطرة، فرض سيطرة، هناك إضعاف للشرعية، هناك أيضا يعني دعم لفصائل لا تنتمي للشرعية وتعمل ضدها، يعني هل يعقل أن ذلك كله لا نعم هذا تم نتيجة أن الشرعية لم تقم بواجبها. الشرعية هي الحلقة الضعيفة وهي التي أضعفت نفسها لأنها أصلا تفتقر إلى المشروع الوطني الجامع، إلى الرؤية الصحيحة، ولهذا تم التعامل معها باحتقار وبدون اكتراث من قبل دول التحالف. دول التحالف يشكون من الفساد ويشكون من سوء الإدارة لدى الشرعية، وبالتالي لديهم كل المعلومات اللازمة التي تجعلهم لا يحترمون هذه الشرعية التي لم تحترم نفسها، وبالتالي الشرعية هذه بدون المشروع الوطني هي بدون كرامة وطنية، بمعنى أنها هدفها البقاء في السلطة أطول فترة ممكنة والاستفادة من خيرات السلطة ومن وظائفها لتبقى في هذه السلطة، وبالتالي التحالف أو أطراف التحالف وجدت أن هذه السلطة لا يمكن ليس من الضروري أن تحترمها أو تأخذ رأيها، لهذا تجاوزتها بكل سهولة، ومن يهون يسهل الهوان عليه. يعني لهذا السبب وجدنا مثل هذا التطاول على سيادة اليمن، رغم أنه السيادة هنا تكون نكتة في الوضع الحالي، لأنه دولة ليس لديها أو سلطة لا تملك الموارد، سلطة ليست في أرضها،
سلطة، جميع الوظائف تأتي بأوامر من قبل دولة أخرى، سلطة يتم التصرف داخل هذه الأرض دون علمها وهي آخر من يعلم. يعني يبدو الحديث عن السيادة نكتة، ولكن في واقع الأمر موضوع السيادة موضوع مهم جدا، لأن هذه الدول المضررة القانوني والشرعي لتدخلها في اليمن يستند إلى أنها أتت بطلب من هذه السلطة، وبالتالي هذه السلطة لو قررت أن تتخلى أو أن تطلب من هذه الدول عدم التدخل من حقها القانوني. هل ما زالت قادرة على مثل هذا الطلب دكتور أستاذ عبد الناصر؟ يعني هي قادرة من الناحية النظرية، لكن من الناحية العملية هؤلاء أضعف من أن يقولوا لا. هؤلاء لأنهم بدون مشروع وطني، هؤلاء هم طارئون. هي سلطة أتت من الأصل، هي سلطة طارئة، هي سلطة ليس لديها أي ثقل، وليس يعني الرئيس هادي أتى لأنه حل وسط للمتحاربين، واعتقدوا بأنه فقط أتى كمحلل سلطة. ليس لديه يعني مشروع، كل هذا الضعف. ليس لديه هدف إلا الاستمرار في السلطة والاستفادة هو وأهله والمقربين منه أطول فترة ممكنة، وبالتالي هؤلاء لن يقولوا لا، لأنه لو قالوا لا بإمكان دول التحالف تغييرهم بكل سهولة دون أن يبكي عليهم أحد باستثناء الفاسدين الذي حولهم. نعم، إذا يعني هل كل ما يحدث يعني من ضعف للشرعية، من عدم مبالاتها بما يحدث، من ربما استرخاءها لكل هذا الوضع، هل هذا مبرر لما يحدث أيضا في الجنوب من خلق كيانات موازية للدولة، وربما أيضا دعم جهات تعد متطرفة إلى حد كبير في أدائها وتعاملها مع الآخر؟ يعني هو مش مبرر، لكن نقول إحنا كأمر واقع، لأن هذه السلطة بدون مشروع. لو كان لهذه السلطة مشروع اليمن الواحد الحقيقي، لو كانت هذه السلطة تحمل مشروع اليمن الواحد الحقيقي لما قبلت بأن تسلم المناصب المحافظين لإنفصاليين في الجنوب، لما سمحت بأن يرفع العلم الإنفصالي في الجنوب ولا يرفع العلم الجمهوري اليمني. لهذا هذه السلطة هي المتسببة لأنها ليس لديها مشروع. هذه السلطة رئيس الوزراء يقول قبل فترة الوحدة معضلة. تخيلي أختي أن يكون رئيس وزراء الجمهورية اليمنية يقول أن الجمهورية اليمنية معضلة، أن الوحدة اليمنية معضلة. إذن هؤلاء بدون مشروع، لما يكون ليس لديك مشروع الآخرين سيعبثوا كما يريدون، لأنك أحيانا تسايرهم على مشاريعهم وأجنداتهم الناقصة. الرئيس هادي لم يدخل في صراع مع محافظ عدن السابق بسبب أنه انفصالي، ولكن دخل معه في صراع لأنه يمثل طرف يحاول أن يزيح سلطته من عدن، لأنه من الضالع والرئيس من أبين. يعني هؤلاء لا يتصرفون بذهنية رجال الدولة، ولكن بذهنية رجال القرويين الجهويين. وإلا لو كان لدى الرئيس هادي مشروع حقيقي لدولة ومؤمن بالوحدة اليمنية لما سلم السلطة في الأساس لهؤلاء الانفصاليين، ثم بعد ذلك يشكو من أنهم انفصاليين. نعم، إذا ابقى معنا أستاذ عبد الناصر، نستمع لرأي الدكتور عادل لما طرحته. ما رأيك الدكتور عادل بالطرح الأخير الذي طرحه؟ أعتقد أنه طرح يعني مجحف بشكل كبير في حق الشرعية. الشرعية معرف أنها أضعفت في الجنوب نتيجة لأن هناك أجندة قلنا تدعم أيضا مشروع المناقضة، المشروع المجابه، المشروع الآخر الذي تريده الإمارات في اليمن، وهو مشروع الانقلاب وتثبيت الانقلاب واستعادة أيضا الثورة المضادة، وبالتالي هذا مشروع للإمارات في كل المنطقة. وبالتالي نحن نتكلم عن دولة عملاقة جاءت في ظل أيضا تحالف عملاق ولديه إمكانات جبارة تفوق تماما هادي الذي فر بنفسه أيضا إلى التحالف وجاء أيضا بدعم التحالف، ولولا التحالف لما عاد. وبالتالي نحن نحمل هادي فوق ما يطيق، أنه أيضا يجب أن يفرض أجندة على أيضا الإمارات وأجندة على التحالف، أمر غير أعتقد أنه غير يعني واقعي وغير أيضا. لماذا غير واقعي؟ لأنه لا يستطيع الإمكان
الامكانات، هو جاء على ظهر التحالف وبالتالي لا يمتلك اي حتى كل الامكانات الاقتصاديه والعسكريه والامنيه وكلها بيد الامارات وبالتالي يعني يستخدمها. اذا لم تبتعد كثيرا عن مطرح الاستاذ عبد الناصر، يعني هي دوله فاقده لصلاحياتها، فاقده لسلطتها، فاقده لامتيازاتها، فاقده لمواردها ايضا. انت لا تتكلمين عن دوله، تتكلم عن انقلاب كان هو الدوله العميقه الهادي وحكومته جاء تعبير عن ثورة سلمية. الثورة السلمية سارت في طريق، أول حدث هي انفتاح نحو الثورة، هي انطلاقة نحو الثورة. فبراير كانت فجاء هادي نتيجة لهذه الانطلاقة، وبالتالي شرعت في بناء دستور من خلال مؤتمر الحوار، وأخذت أيضا تسير في طريق أيضا بناء هذه الدولة. جاء الانقلاب وأزاح هذه الشكل السلطة، وبالتالي ذهب هادي إلى الخارج، وجاء أيضا على ظهر أيضا التحالف. التحالف هو المعول وهو المسؤول الأساس عن كل هذه الخروقات التي تحصل في الجنوب. التحالف استخدم وجوده وثقله في إنشاء كيانات خارج الدولة، وبدأ يصطدم برأس الدولة نفسه. الرئيس هادي اصطدم مع الإمارات منذ الوهلة الأولى، ونتج عن اصطدامه أيضا أنه في المنفى. أعتقد أنه أيضا أدى واجبه في هذا الجانب، لم يسكت تماما على كل هذه الخروقات، لكن ماذا بعد؟ لم يستطع أن يقابل. نعم، إذن دعني أنقل هذه الفكرة. أستاذ عبد الناصر، استمعت لحديث دكتور عادل، يعني إذا ما افترضنا أن الحكومة يعني حزمت أمرها وأرادت أن تفرض وجودها، هل هي قادرة على ذلك وهي التي أتت على ظهر التحالف كما قال دكتور عادل؟ يعني الشخص أو الجهة التي أعانت لعودته كرئيس جمهورية خذلت، هل هو قادر على تجاوزها؟ يعني هل يمكن أن يقدم على تصرفات معينة تخرج من المربع الذي وضع نفسه فيه؟ نعود إلى الفكرة الأصلية. الرئيس هادي من الأساس ليس لديه لا مشروع، وليس لديه ثقل سياسي، وليس لديه الرغبة والإرادة إلا أن يحكم. هدفه الوحيد فقط أن يستمر في الحكم، وواحدة من مصائبنا أن هذا الشخص يريد أن يحكم وهو ليس لديه المؤهلات لا الذاتية ولا الموضوعية للحكم، وبالتالي لا يمكن لهذه السلطة بهذه الإمكانيات وبهذه المؤهلات أن تقول لا للتحالف. هي ممكن تلعب مع هذه الدولة ضد هذه الدولة، لكنها أيضا حتى المساحة للعب محدودة جدا، وفي الأخير تظل المسألة بأيدي دول التحالف. لو كانت هذه السلطة كما ذكر ضيفك الكريم قال إنها فقدت منها، أوكي، والآن لديها 80% كما تدعي بأنها تحت سيطرتها، هل استطاعت أن توجد نموذج لسلطة فعلية، سلطة حقيقية للدولة وليس للميليشيات أو لم تمكن من ذلك أستاذ عبد الناصر؟ لا لا يعني. ليس لم تمكن. هذه السلطة لا يمكنها، هي لا تقدر أن تنشئ هذه من الخمول ومن الرداءة إلى الدرجة التي لم تستطيع. الرئيس هادي يقول أنه أعاق سلطته في الشمال لأنه جنوبي. يا طيب، في أبين الذي هي محافظة الرئيس أسوأ محافظة في الجمهورية، لا وجود للدولة. المحافظة الوحيدة التي لا وجود فيها شكل من أشكال الدولة هي محافظة أبين. مديرية الوضيع الذي منها الرئيس ليس فيها أي سلطة فعلية للدولة، وبالتالي هؤلاء غير قادرين على أن ينشئوا سلطة جنينية حتى في مناطقهم أنفسهم، الذي ولاء الناس لهم، يفترض أن ولاء الناس لهم. هؤلاء غير قادرين على أن ينشئوا مؤسسات الدولة. نعم، وصلت الفكرة. تدمير مؤسسات الدولة، وبالتالي لا يمكن التعويل عليهم. الحل الأصلي لأي مشكلة أولا أن نعيد الأمور إلى نصابها، وأن نبعد هؤلاء الغير قادرين على أن يديروا الدولة. من يبعدهم أستاذ عبد الناصر؟ من سيبعدهم؟ يبعدهم اتفاق القوى السياسية. هادي أتى باتفاق سياسي، يخرج باتفاق سياسي، لم يأتي بانتخابات كما يتم تضليل الناس. أتى باتفاقية سياسية، يتم القوى السياسية تتفق وتتفق على شخص آخر أو على مجلس سياسي جمهوري أيا كانت التسمية. نعم، ليحل محله، لأنه أثبت بالدليل القاطع. نعم، هو الذي بيبعدنا عن سعادة الدولة، وليس هو الذي يقربنا نحو الدولة. نعم. إذا شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الناصر المودع، المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان. عودة أخيرة لك في دقيقة دكتور عادل، هل يمكن فعلا وجود حل حقيقي لكل هذا الخذلان الذي تمر به اليمن من كل الأطراف؟
أعتقد أنه يطرحه أخي هو خطاب رغبي لا أكثر. الحكومة لا تملك أدوات أيضا مؤسسات دولة، وبالتالي هي تتكلم عن شخص معين، فالدولة شيء والشخص شيء، فبالتالي نحن نتكلم عن تحالف جبار موجود على الأرض هو يمارس تغول كبير في ساحة الشرعية، وبالتالي يعمل بشكل مبرهن لإعادة أيضا الانقلاب. لكن أنا الذي نعول عليه المقاومة الحية الموجودة أيضا على الأرض وهي تحقق انتصارات بشكل كبير، وهي أيضا موجودة على الخنادق في كل نقاط التماس، هذا قصد لا يمكن، هذه القوى لا يمكن أيضا تجاوزها لا المؤامرات الإقليمية ولا الدولية، وستبقى هي الفاعل الأساس المؤثر في المشهد اليمني الساخن. الجانب الآخر أيضا التكتل الآن المبثق أيضا من وسط العمل السياسي، أعتقد أنه أيضا باثقة أمل ممكن أيضا تعيد لملمة العمل السياسي في إطار أيضا مجابهة التحديات الكبيرة التي تخوضها اليمن أيضا على البعد الإقليمي. أعتقد أنه دور قطر أيضا في تعرية ما يحصل من التغول كبير وكشف ملابسات ممارسات الإمارات أيضا أربك جهودها في وساهم أيضا في تخلق كل هذه القوى على الساحة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور عادل المسني الباحث في العلاقات الدولية، كنت ضيفنا في هذا المساء. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.